معجون الأسنان والنشا هيغيروا حياتك للأبد، بجد هيغيروا حياتك 180 درجة، هيغيروا بشرتك وجسمك، جسمك وبشرتك هيفتحوا من 3 لـ4 درجات، وهتزيلي كل التصبغات والبقع الموجودة في جسمك والبشرة، خصوصا كمان لو انت عروسة وداخلة على جواز. الوصفة دي بجد مميزة جدا، ومن الحاجات اللي بتفتح المناطق الحساسة كلها، وكمان بتبيض الإبطين بين الفخذين، أي أماكن غامقة بجد بقالها كتير عندك ومش لاقيه لها حل. بنصحك إن انتي تجربي الطريقة دي، مش هتندمي أبدا. يلا بينا نشوف على السريع كده الوصفة، بس ما تنسوش تحطوا لايك وشير وتشتركوا في القناة، وأكيد تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. وفي البداية كده ما ننساش كمان نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا معايا حاجة كده هحضر فيها، طبعا بتقدري إن انتي تحضري الكمية اللي تناسبك أو تكفيكي. هتعملي مثلا المنطقة الحساسة، هتعملي أكتر من منطقة في جسمك، براحتك خالص، اعملي الكمية المناسبة، لأن الوصفة دي من الوصفات اللي ما ينفعش لو اتبقى منها يعني تستخدميها تاني، بتنشف بسرعة جدا. أول حاجة باخد كده معلقة من النشا، معلقة كبيرة، أنا طبعا بعمل لكم كمية صغيرة، وزي ما انتوا عاوزين بقى حددي انتي براحتك، بس لازم نفتكر ان الوصفة هتنشف منك ما تحتفظيش بيها، يعني هي للمرة الواحدة. انا معايا هنا اي نوع صابون مغربي متوفر عندك استخدميه، مش لازم الماركة اللي معايا خالص خالص، انا بقولك اي نوع هينفع معايا. هبدأ كده اخد مقدار برضو معلقة من الصابون المغربي، ما عنديش صابون مغربي مش هعمل الوصفة، هقولك طبعا دلوقتي. هتجيبي اي صابونة عادية هتبشري منها مقدار معلقة، وتحطي عليها معلقة من الخل، وهتدوبيها كويس جدا، وبعد كده بتسيبيها، هتلاقيها اتجمدت معاكي تاني بعد ما بشرتيها، هتلاقيها اتجمدت معاكي كده زي الكريم. بتروحي حطاها مكان الصابون المغربي، يعني ما توقفيش نفسك، لو مش موجودة مش مشكلة. وكمان اي معجون اسنان هينفع معايا، هاخد حتة كده من معجون الاسنان، يعني حتة كده قد ربع معلقة صغيرة، وكمان معايا هنا من 2 لـ3 معالق من مية الورد. هبدأ كده احط معلقة الاول وهدوب واشوف، ما تحطيش مية الورد دفعة واحدة لما تقلبي ويختلط، علشان بيبقى صعب لو الوصفة فصلت منك ترجع تاني قوام كويس، فحطي المية الورد شوية بشوية. ببدأ ان انا اقلب كويس جدا كده، ادخل كل المكونات، وده مهم جدا ان انا ادخل كل المكونات مع بعض. الوصفة دي من الوصفات الهدية بجد، هتشكروني عليها لو جربتيها. لو وصلتي معايا لغاية هنا ما تنسيش بالله عليكي تحطي لايك وشير للفيديو، دعما منك للقناة، وكمان علشان تعرفيني ان انتي بتستفادي من الوصفات، واي وصفة انتي محتاجاها ياريت تكتبها لي في الكومنتات، وياريت تعرفوني بتتابعوني من اي دولة، ده بيسعدني جدا. ببدأ ان انا اخلط كويس جدا كده، هو ممكن ياخد شوية وقت بس ما نستعجلش، ونحط مية الورد على طول، لازم نقلب علشان الوصفة زي ما قلت لكم تدخل مع بعض، لو ما دخلتش مع بعض بتبقى فاصلة كده ومش حلوة، انت ما خدتيش المكونات كلها مع بعض فبتفصل منك، ما بتبقاش حلوة خالص. اهو زي ما انتوا شايفين كده القوام ده مناسب جدا، ممكن نزود شوية مية ورد تاني، بس القوام ده هيبقى حلو وماسك على جسمك. بتبدأي تعملي بقى الاستخدام، والاستخدام مهم، بتعرضي المنطقة اللي انت عاوزة تفتحيها دي للمية السخنة، يعني على قد ما تقدري مية سخنة حوالي كده ايه 5 6 دقايق على قد ما تقدري، وبعد كده بتبدأي تروحي حاطة الخلطة دي على طول على الجسم، تروحي حطاها وسايباها. طبعا نفرك كويس جدا المكان بحركة بسيطة كده، ممكن كمان بالليفة المغربية او باطراف صوابعك مفيش مشكلة، المهم ان احنا ندهنه كويس قوي
بنسيبه ينشف. مهم قوي ان احنا نسيبه ينشف. بعد ما نسيبه ينشف طبعا بنغسله برضو، بنفركه بقى بالليفة المغربي بليفة عادية، المهم ان احنا نفرك كويس، بيديكي نتيجة من اول استخدام. من اول استخدام طبعا بتشطفي المنطقة كويس، ولازم نرطبها كويس جدا جدا، لان زي ما قلت لكم الوصفة دي من الاخر كده حاجة روعة وبتجيب نتائج هايلة. لازم نحافظ على التبييض اللي احنا وصلنا له بالترتيب، الترتيب مهم جدا جدا، وان شاء الله مش هتحتاجيها غير مرة واحدة وهتديكي نتيجة رهيبة جدا. يا رب تجربوها. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة.